السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك حبيبي شيخ وليد؟ والله بخير حال الحمد لله. الله يسلمك الله يخليك. حضرتك والله سني ولا شيعي؟ لا شيعي يعني. طيب دلوقتي أنا عندنا أدري يا شيخ حميدة وليد، هاي الموضوع قالت فحش من الطائفي يعني الكلام اللي أمام جت المعصوم. حميدة على شيخ القاعدة وليد. أنا الحميرية، حميدة على شيخ القاعدة وليد، أنا الحميرية. عندي هذا الشيء أنا ما أقبل به لسبب أمهات لا المؤمنين، احنا ما تقولناش، انا لسبب. اقبل بيه. ايه رايك في حميد، في لا حمير انا القريشي؟ اسمعني بس، اسمعني اتفضل وخلي اكمل لك، وانا تريد من عيوني. اتفضل. شيخ وليد، اول نقطة، هذا الشيء ما نقبل به. ايش ما يصير، هي عائشة زوجة النبي بر الصلاة والسلام عليه. نعم انا رجل شيعي بس ما اقبل بالاساءة زوجة النبي، وهذول صحابة النبي ابو نعم بكر وعمر وعثمان وباقي الاسامي. فانا رجل شيعي اريد اتبرأ من الشيعة بس ما اتبرأ من اهل البيت، يعني اتبرأ من الطائفة الشيعية بس ما اتبرأ من الحسين وعلي هو في وفاطمة. حد قال لك الذي ينتقل إلى أهل نعم السنة والجماعة يتبرأ من أهل بيت النبي صلى الله لأنهم عليه وسلم؟ أفضل الصلاة والسلام الأعمال. في حد قال شيخ لك نحن وليد، نكره كيف أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا رجل لا أقرأ ولا أكتب، أنا خريج ابتدائية وأنا عايش بريف يعني بعرب وحلال زين، نعم يعني من هذا القبيل، عندنا مزارع والله ما تكلنا بخير من الأرض، بس ما منتبه لهاي الموضوع، ما الدين ما دين. صار لي فترة يعني أدخل أشوف شكو ماكو، والإساءات جاي أشوف من الطرفين يعني بصراحة. بس الطائفة الشيعية بصراحة زودوها، يغطون على أم المؤمنين وعلى عمار وباقي الأسامي، يعني ما أعرف بالدين بصراحة. إذا خلاص تقدر يعني تخليني أهتدي، أو يعني شلون تخليني أصير سني، أو كيف يعني، بس مجرد أتورم من السبابين. والله يا اخي، بص احنا عندنا اهل السنه والجماعه عندنا الامر بسيط جدا. نعم الانتقال من عند الشيعه ليس معناه ان انت بتنتقل من حب ال البيت لحب الصحابه وتترك ال البيت، نعم بل نحن نعم نقول دائما كسبت الصحابه ولم تخسر ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم فوالله حب ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم عندنا يعني مقدم جدا جدا جدا، وحبهم ايمان وبغضهم والعياذ بالله كفر. نعم ولا البيت النبي محمد بعد ولكن هناك بعض الاشياء، هناك تربوا بعض الاشياء بحمه. نسبت لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نردها. يعني هل تتخيل نعم مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم يصف ثديي فاطمه؟ عندكم النبي علي يصف ثديي فاطمه والعياذ بالله، يقول ان فاطمه ثدياها طويله. هل عندكم أن أم المعصومين عندكم يعني بك يعني يعني تأتي هذا عن طريق النخاسين؟ هل ترضى ده؟ هذا اسكت، كوني كوني اسكت. نعم نعم اسمعك يا شيخ وليد، فالله هاي المستعان. سمعت، هم سمعت، انا عايش بريف يعني وحيوانات لا لا وكلاب ما يهمكش وحلال إن شاء الله، ما يهمكش خالص. وامور فالانتقال، هواي يعني عندي في المزرعة الانتقال عندي. لأهل السنة يا جماعة بسيط. هتقول ورايا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، نعم اللهم إني نعم أبرأ إليك. اشهد ان لا اله. طيب بس بشرط عندي شيخ وليد، ما اتبرى مني يعني من علي بن ابي طالب ومين وفاطمة قال لك أصلا والحسين إن أنت هتتبرأ منهم؟ مين اللي دخل الفكرة دي في دماغك أصلا؟ نعم نحن نعم نعشق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. افضل الصلاة والسلام عليه. نعم زين اللهم صل. شيخ وليد، انتم خو ما عندكم في طائفتكم سب وسب، يعني خو ما تسبون انتم هكذا تعاملون الاساءة بالاساءة، ولا تعاملون الاساءة بالحسنة والله انت حضرتك لو يعني. متابع البرنامج هتشوف. مو انا شو اسوي، انا اطلع من الدين يعني سبابين، اطب بدين لا سبابين، طبعا فانت احنا قلي بفضل قبل الله ما عز وجل ما اهتدي. عندنا سب، ما عندنا شتم، احنا بنقول دايما عليه وانا من جاي الله ما اشوف، يستحق. انا شيخ وليد انا جاي اشوف ان الشات موجود مسبه، ما اعرف هذول يعني سيد نرجيس الامام المهدي لا ما والامور اصل يعني جاي بص اشوفهم حضرتك واي. حاجه، حضرتك حاجه، السيده نرجس نعم دي ما هي الا اكذوبه. لا هي اسمها حسب ما مطلع لا يا علي باشا، انت الصحيح، لما هي انت ان اسمها شاء الله مليكة، لما مليكة. تدخل وتتعرف هتلاقي ان اصلا نرجس دي مش موجوده اصلا في التاريخ. لا لا شيخ ولي، شيخ لو سمحت، انا عفوا من سيدنا نرجس قدس الله روحها الطاهره القديسه،
تعفنا من يما، انا اريد اتبرى من السبابين قبل لا ادخل وقبل لا تورطني نفس ما واحد يقول على قولتنا بالعامه، انت ما عندكم سب لو عندكم سب. احنا الحمد لله رب العالمين ما عندنا اي سب ولا شتم لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. المهدي عندنا نعم. المهدي عندنا يختلف عن المهدي عندكم. ام المهدي عندكم نعم. ما هي الا اكذوبه، فان كان حد بيتكلم في نرجس فهو يتكلم في نرجس لانها اكذوبه لا اكثر ولا اقل. نعم نعم نعم. مخو ما عندكم كذا شيعه وكذا روافض وهاي الامور وهاي كذا، انا ما احب المسبه للاخرين لانه مش ما يصير. الله يبارك في عمرك، انت بتتكلم في، بص، في فرق ما بين الاسلام وما بين المسلمين. نعم. يعني انت بتاخد نعم دين نعم انت بسمعني بس الله يبارك في عمرك، انت داخل الاسلام فلو احد من عوام المسلمين شاب سب وشتم فدي من نفسه هو، ما عندناش في دين الاسلام الامر بالسب. اسمعني بس، اسمعني شيخ وليد، النبي محمد بس خليك من لك، النبي محمد خلي عنده قاعده، قال امتي تفترق من 73 فرقه، 72 فرقه في النار ووحده ناجيه. هذا الحديث ما اعرف صحيح كذا ما اعرف. طيب انا ما خليني، طب اديني فرصه بس اكلمك ماشي. طيب تفضل. بدايه لازم تفرق ما بين الاسلام وما بين المسلمين. ليس كل لا. اخلاق المسلمين هي اخلاق الاسلام، خلاص. وانا واحد منهم يا سيدي، يعني انا من ضمن المسلمين. لا. فاحنا لما بنيجي نحكم على احد بنحكم عليه بالاسلام وليس بافعال المسلمين. انت خو ما تسيء الادب شيخ وليد، انت خو ما تغلط وكذا، ما عندك. طيب ماشي، اسمعني بس للاخر عشان افهمك القاعده ديت. لكن الشيعة عندهم السب دين، احنا عندنا السب مش دين. الشيعة عندهم السب والطعن واللعن دين. النبي يعني دين منبثق من الاسلام. شيخ وليد لو سمحت لي، النبي محمد قال المسلم ليس بطعان وسباب. انا رايي يعني قلت لك اتبرى بس من موضوع المسبه، انا اذا اجي وياكم واجي وياكم. لا ده مش موضوع المسبه بس، يعني تتبرى فرق، هتتبرى من القول بتحريف القران، هتتبرى من الشرك، لا هتتبرى من الطعن بين انا هتتبرى من الطعن في اعراض امهات المؤمنين، هتتبرى من الطعن في صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، كل ده هتتبرى منه. انسان شيخ وليد، انت خو ما سب لك انسان شخص واحد، يعني ما عندك مسبه تعاملها بالاساءه بالحسنى. لا يعني انا بقول لك انت هتتبرى لما تدخل ان شاء الله الاسلام الصحيح، انسان هتتبرى من كل ده. شيخ وليد، شيخ وليد، انا قبل لا اخذ يعني نفس ما واحد يقول هي شوي ان شاء الله. انا غير اخذ من يمك، انت شيخ ورجل مؤمن، انت لا انت مثلا اليوم انا نفترض شيعي وهذا الشيعي اجى اتصل معك وسباك، وهذا الشيعي نقول عليه مو زين، وانت تعامله بالاساءه، غير تعتبر انت وياه نفس الشيء؟ لا انا لا اولا ليه هقول لك انا ليه انا هقول لك ايه ولا انا هقول لك ليه اولا الحمد لله رب العالمين، انا ما بسب ويطلع مني سب الا لما حد بيسبني، ومش بيسبني انا، ما بيسب كمان عرض ام المؤمنين. لا بسب. وبعدين اسمعني بس، شيخ وليد بس اسمعني، معلش معلش، يعني اديك مثال. الشيعي اللي جه طعن في عرض مراتي، هل اترك انا عرض مراتي كده؟ لا، هو بيقول ان مراتي بتتكلم، اسمعني بس، مراتي بتتكلم عن المتعه، فانا قلت له زي ما اسمعني بس الله يبارك في عمرك، فهو بيقول لي ان مراتك بتطلب المتعه من المعممين، فقلت له انا مراتي مش مراتي السيستاني ولا مراتي الخميني ولا مراتي على ان انتوا عندكم مباح المتعه، لكن احنا مش مباح المتعه، فانا ما ثبتهوش. انا رديت الصاع ليه صاعين بس مش اكتر، وبالادب. شيخ وليد بصراحة يعني إذا هيك الموضوع الإساءة بالإساءة، فأنا يعني نفس ما واحد يقول خلينا من يعني أحباب يا سيدي. بص دي حاجة، بص أقول لك حضرتك حاجة، أنت مش هتدخل لنا يعني الإسلام، معلش يعني بص يا كابتن، بص يا أستاذنا عشان بس أخلص الكلام عشان المكالمة ما تطولش، عشان المكالمة ما تطولش. حضرتك أنت بتخش الإسلام مش بتخش عشان وليد، حتى لو وليد سب شتم لعن، اسمعني بس الله يبارك في عمرك، اسمعني بس يا سيدي، اسمعني الله يبارك في عمرك، اسمعني اسمعني. حضرتك انت بتخش الاسلام، بقول بص حضرتك انت بتخش الاسلام مش بتخش عشان وليد اسماعيل. حضرتك بقى وليد اسماعيل اختلف عن الاسلام، طظف وليد اسماعيل، فخلي الاسلام هو الباقي. الاسلام عندنا لا يامر بالسب ولا الشتيمه، ولكن الاسلام في نفس الوقت لم يعتبر نفر من هذا الاسلام. اخي ربنا يبارك فيك يا اخي، انت عايز ايه من الاخر؟ طب انت حضرتك عايز ايه؟ انا عايز ايه؟ ما احب المسبه. خلاص حضرتك خليك شيعي وما تسبش، خلاص شكرا ليك. شلون يعني كيف؟ انت انا اعمل لك ايه انا؟ انت داخل الاسلام بشروطك. وانا ما احب المسبه يا شيخ. طب انا مالي انا قلت لك حتى لو وليد اسماعيل، انت بتفهم عربي حضرتك؟
حتى لو وليد اسماعيل سب وشتم فده ليس من الاسلام، ما تحسبوش على الاسلام. حتى لو واحد في التكست سب وشتم ده فده ليس من الاسلام، لان الاسلام لا يامر بالسب ولا الشتيمه ولا الطعن ولا اللعن. انت ما عندك دينك التشيع بيامر بالسب واللعن والطعن والافتراء على الغير كمان. فحضرتك خش الاسلام مش تخش الوليد. فعشان بس ننتهي من المساله، حضرتك عايز ايه من النهايه؟ كيف صلاتي عبادتي؟ لا ما دي بقى يعني مرحله ثانيه. حضرتك هتنطق الشهادتين وتتبرأ من القول بتحريف القران، هتتبرأ من كل سباب لعان، هتتبرأ من اقوال الشرك، وبعد كده ان شاء الله نعلمك الصلاه ونعلمك الصوم الصحيح ونعلمك الوضوء الصحيح. نعم 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 نعم. يعني ايه هتروح حضرتك ورايا ولا مش هتقول؟ نعم نعم، توكل على الله. الله المستعان. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم إني أبرأ إليك. اللهم شم المؤمنين الوز. شوف أنت يعني حاجة غريبة، سبحان الله. والله ما ارتحت أنا، يعني أنا والله العظيم ما ارتحت له. يعني سبحان الله، يعني انت عامل الفيلم ده كله، عامل الفيلم ده كله عشان تشتمي الشتمتين دول؟ يعني انت ايه اللي عطيتني؟ معلش يعني انت عمال تتكلم عن السب والشتيمه واللعن، وفي الاخر سبيت وشتمت ولعنت. طب والله احط الفيديو بتاعك كده على منصه الفيسبوك واقول لهم بصوا الشيعه، هم دول الشيعه. يعني انت اسوأ مثال، اسوأ مثال للشيعه. يعني بالحركة بتاعتك القذرة ديت انت اسوأ مثال للشيعة، اسوأ مثال. يعني انا شوف عملت البرنامج ده قد ايه، انت اسوأ مثال للشيعة. يعني انت طبقت الدين الشيعي بحذافيره، استعملت التقية وتماديت في التقية عشان تسب في الاخر. يعني انت عملت ايه؟ يعني انت كده انت فكر نفسك انتصرت؟ ده الفيديو ده هيلف في الدنيا كلها، هنقوله بصوا هم دول الشيعة، هم دول اهل التقية. هو فرحان ما بينه وما بين العيال؟ يعني فضيحة، ده مقطع فضيحة، يعني ده مقطع فضيحة. ولا وهو داخل سبحان الله عشان يفضح نفسه اكثر، يقول لك اصل انا ما بحب السب، اصل انا ما بحب اللعن، اصل انا ما بحب الشتيمة. طيب كويس الحمد لله، وبعدين اتفضل يا سيدي. ده انا حبيت المقطع ده قوي عشان كل اللي يكلمني في الشيعة قدمه له، والله العظيم بجد. ده أنا المقطع ده هحتفظ بيه، ده أمانة من ربنا والله العظيم. أقول له عايز تعرف الشيعة اتفضل، وحدوله من غير تيت كمان، يعني حدول أي إنسان عايز تعرف الشيعة عايز أعرفهم، اسمع الحوار للآخر، اسمع الحوار من غير تيت كمان بالسب اللي فيه اتفضل. عايز تعرف تقية الشيعة اتفضل. عايز تعرف مدى الحقد الشيعي لينا اتفضل. يا ابني ده انت افضل مثال بصراحه، بصراحه جيد في التمثيل جدا 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 جدا، لكن سبحانك يا رب والله ما دخلت فيا. يعني انا كان شويه وهتعصب عليك، ولكن قلت ماشي ما فيش مشكله، يعني يمكن لعل وعسى. لكن انت نهايتها نهايه جميله، نهايه توضح لكل مخدوع في الشيعه مين الشيعه. والله لا خليك تكره نفسك بالمقطع ده.